أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. معكم المحلل المالي جوزيف ظهريي، راح أكون معكم بهذه الجلسة لأشرح لكم شوي عن استراتيجية أو تقنية موجات إليوت. بنستعملها نحن في شركة تكمل في التغطيات المباشرة الصباحية بشكل يومي، وحبيت إنه مر عليها إذا بدكم بشكل تعليمي أكثر كرمال نشوف كيفية استعمال موجات إليوت أو كيفية تحديد هذه الكاونتس إذا بدكم أو العد اللي بنقوم فيه باستعمال موجات إليوت. كل الأشخاص اللي عملوا سيرش عن هذه الاستراتيجية بيعرفوا انه طبعا استراتيجية موجات اليوت تتضمن موجات او خلينا نقول كاونت اللي هي بتبتدي عد اذا بدكم من الواحد للخمسة اللي هي 1 2 3 4 5 وبترجع بتبتدي اذا بدكم موجات تصحيحية اللي هي اي بي سي. بشكل او اخر مر على الرسوم البيانية بدي على استراتيجية او على تقريبا كيفية عد موجة اليوت. يعني راح افتح صفحة شوي اذا بدكم فاضية ونبتدي بالكاونت. فبهذه الحالة اليوت شو بقول لنا؟ اليوت بقول لنا انه نحن عندنا السوق طبعا عنده موجات اندفاعية ان كان طبعا باتجاه الصاعد او بالاتجاه الهابط، اللي هي عندي الكاونت اللي هي 1 2 3 4 5. هلا نحن بهذه الحالة طبعا عم نتكلم على موجة الصاعدة اللي هي موجة رقم واحد، اوكي، موجة رقم اثنين، موجة رقم ثلاثة بتكون الأقوى واللي هي اندفاعية أكثر، موجة رقم أربعة والموجة الخامسة. طبعا الموضوع بتحديد هذه الموجات هي منا فقط بأرقام الموجات اللي هي 1 2 3 4 5 ولكن بتحديد هذه الموجات عندي A B C اللي هي الموجات التصحيحية. وطبعا هيدي كلها بتكون موجة رقم واحد الضخمة اللي هي خليني أقول الموجة الأكبر من موجة رقم واحد. يعني أنا عم بتكلم على أنه موجة رقم واحد باللون الأحمر هي بتضم خمس موجات باللون الأزرق طبعا، يعني كل موجة هي ضمن خمس موجات، والموجات التصحيحية خليني أقول بكون فيها طبعا ثلاث موجات 353. فبهذه الحالة طبعا بنكون نحن عم نعمل موجات تصحيحية اللي هي بتكون موجة رقم اثنين، وايضا موجه رقم ثلاثه اللي هي بيكون فيها ايضا خمس موجات ارتفاع، اوكي؟ فبهيدي الحاله طبعا انا ما بدي فقط يعني نشرح كيفيه استعمال موجات اليوت فقط في طريقه العد، وبينما بدي ادخل بتفاصيل اكثر لافسر انا كيفيه استعمال اذا بدكم او النتيجه اللي ممكن ناخذها من وراء هيدي اذا بدكم استراتيجيه. اهلا استاذ فارس. بالمبدأ أنا هيدي الاستراتيجية طبعا بالأسواق المالية بهمني أعرف كيفية تحديد الاتجاهات. يعني بمجرد ما قال لي إليوت رالف نيلسون إليوت، بمجرد ما قال لي إنه أنا عندي موجات اندفاعية وموجات تصحيحية، فبهيدي الحالة أنا بدي أكون عارف إنه إذا بقدر حدد هذه الموجات التصحيحية، أوكي، اللي ممكن ندخل فيها بشكل إذا بدكم يعني واضح اذا كانت مايله على انخفاض او بشكل افقي، فانا بقدر احدد من وراها الموجه الاندفاعيه. يعني بطريقه او اخرى اللي عم جرب لكم اياه انا، اذا ممكن تحددوا الموجه التصحيحيه وتقدروا تعرفوا الموجه التصحيحيه وين ممكن تنتهي بغض النظر عن الموجه الاندفاعيه، الموجه التصحيحيه اللي ممكن ندخل فيها اذا بنعرف نقرا هذه الموجه التصحيحيه بنقدر نحدد الموجه الاندفاعيه القادمه اللي هي بتجي من وراء هذه الموجه التصحيحيه. فبهذه الحاله طبعا دراسه الموجات التصحيحيه هي اهم من الكاونتس. يعني ما بهم انه انا اعرف ادخل كاونتس 1 2 3 4 5، ممكن ادخل على فيسبوك او على تريدينج فيو او على حيالله منصه ممكن انه يكون في عندي محللين عم بقوموا بتحليل الرسوم البيانيه وبحطوا موجات اليوت 1 2 3 4 5 اي بي سي، انه مثل كانه خلص صبنا الاسواق الماليه وعرفنا نقاط دخولنا وخروجنا. لا، غلط هذا الموضوع. هو فكره موجات اليوت هي الفكره اللي هي ممكن انه تحدد فيها انتهاء الموجه التصحيحيه قبل بدايه الموجه الاندفاعيه. اهم موضوع انا عندي اللي هو موضوع خليني اقول المرحله الافقيه، يعني هيدي موجه اندفاعيه خلينا نقول، رجعنا دخلنا بموجه تصحيحيه وعم نرجع نحن ندخل بموجه اندفاعيه عن جديد. طبعا بهيدي الحاله نحن من ورا الموجه الاندفاعيه انا اتوقع انه ممكن نرجع ندخل بموجه تصحيحيه عن جديد لنرجع نكفي موجه اندفاعيه او تغيير اتجاه. فبهيدي الحاله طبعا اذا بتعرفوا او بتلاحظوا
الامور اللي مدخل فيها اذا كانت الموجه الاندفاعيه او ايضا الى الاعلى، بنلاحظ انه انا عندي ارتفاع معين، وهذه الموجه الاندفاعيه في قلبها او ضمن موجات تصحيحيه اللي هي ممكن نحن ناخذها بعين الاعتبار لمعرفه نقاط دخولنا وخروجنا. فبهذه الحاله من وراء الموجه الاندفاعيه على طول بتلاحظوا الموجات التصحيحيه اللي هي بندخل فيها او بيدخل فيها الاسواق الماليه، وبيرجع بيدخل بموجه تصحيحيه واندفاعيه عن جديد. فبهذه الحاله عندي موجه تصحيحيه كبيره وموجات اندفاعيه طبعا اكبر بتبقى. فبهذه الحاله بتلاحظوا اذا نحن بنقدر نحدد مناطق الموجات التصحيحيه، نقدر نحن نستفيد من الموجات الاندفاعيه اللي عم تجي من وراء هذه الموجات. طبعا دراسه الموجات بغض النظر اذا هون دخلت رقم واحد اثنين ثلاثه هون او ثلاثه هون، خليني اقول لكم بكل بساطه موجات اليوت اذا في حال بدنا ناخذ عده محللين وقدم لهم هذا الرسم البياني امامهم، قل لهم حللوا موجات اليوت او قولوا لي وين موجه رقم واحد بتنتهي. ممكن اشخاص يقولوا لي موجه رقم واحد بتنتهي هون عند هذه القمه، ممكن الاشخاص يقولوا لي تنتهي عند هذه القمه، ممكن بعض المحللين الاخرين يقولوا لي هون موجه رقم واحد بتنتهي. يعني بغض النظر عن الكاونتس او عن موجات اليوت اللي هي ممكن نحدد رقم 1 2 3 4 5، انا اهم شيء ممكن حدده بموجات اليوت هي انتهاء الموجات التصحيحيه. لما قال لي انا رالف نيلسون اليوت انه انا كان عندي موجات اندفاعيه وتصحيحيه، هو كان بكل بساطه عم بجرب يسهل لي موضوع التداول، وعم بجرب يسهل لي نظريه او تحليل الرسوم البيانيه، وما كان عم بجرب يعقد لي حياتي اكثر. لما نجي نقول نحن استعمال استراتيجيه موجات اليوت، مش عم بيجي يقول انا عم بعقد حياه المضارب او المستثمر بشكل عام، لانه موجات اليوت طبعا هي منا استراتيجيه لتعقيد الامور اكثر، وانما هي استراتيجيه لمساعده تحليل الرسوم البيانيه. فبهذه الحاله طبعا لما اجى رالف نيلسون اليوت قال لي انه انا عندي موجات اندفاعيه وتصحيحيه، بكل بساطه كان عم بجرب يسهل لي طريقة التداول وكيفية تحديد الاتجاهات العامة بالأسواق المالية. فبهذه الحالة طبعا اللي بدي أجرب لكم اليوم بهذه الجلسة اللي هي بتتكلم عن موجات اليوت، أنه تحديد الموجات التصحية هي الأهم. وطبعا عم بتكلم أنا عن كذا يعني سيناريو للموجات التصحية، أبرز السيناريوهات اللي هي two parallel lines أو خطين طبعا متساويين اللي هن عم بتكلم على هذا الشكل، اوكي، اللي هن طبعا موجات تصحيحيه من وراء موجه اندفاعيه واضحه جدا. عندي تو بارلل لاينز اللي هي تسمى بالبول فلاج، عند اختراق هذه المنطقه اللي هي منطقه المقاومه، بتلاحظ انه عندي اعاده امتحان على خط المقاومه، وطبعا تكمله الاتجاه بالشكل الصاعد. فبهيدي الحاله هون بكون عرفت انا انه الموجه التصحيحيه قد انتهت عندي من هذا النفق المايل على انخفاض، وعند اختراق خط المقاومه طبعا اعطتني اشاره تاكيد على الموجه الاندفاعيه رح تكفي طريقه طبعا باستهداف نقاط اعلى ومستويات اعلى. هيدي بالنسبه لاول موجه تصحيحيه اللي هي تو بارل لاينز او النفق، خلينا نقول، او التشانل الميل على انخفاض. ثاني طريقه او ثاني موجه تصحيحيه بتكون عندي ممكن تكون اللي هي على شكل مثلث، خلينا نقول، يعني اذا بندخل على زوج اليورو دولار خلينا نقول، ومناخد طبعا السايكل على المدى الطويل، ممكن نعرف نحن انه داخلين على شكل مثلث او على شكل طبعا نفق ميل على انخفاض. فبهذه الحاله انا عندي سايكل اخر عند اختراق خط الدعم او خط المقاومه، طبعا تعطيني اتجاه صاعد عن جديد لنرجع نبلش سايكل جديد لليورو دولار ونستهدف مستويات اعلى. طبعا بهذه الحاله انا ما عم جرب هلا احدد اتجاه معين، ولا عم جرب لكم اياه انه في عندي موجات اندفاعيه وموجات تصحيحيه. بيجي رالف نيلسون اليوت بيقول لي بغض النظر عن هذه الموجات التصحيحيه، ممكن يكون عندي موجات اندنج دياجونال، شيء تسمى اندنج دياجونال. اندنج دياجونال اللي هو بيجي شكل تصحيحي، او خليني اقول على شكل مثلث، وهذا المثلث ممكن يكون مثلث مايل على ارتفاع، المثلث ممكن يكون ايسوسيليس ترينجل، وانما المثلث ايضا ممكن يكون ميل على
انخفاض. واللي بجرب يقول لي انه لما يكون المثلث ميل على انخفاض ممكن يعطيني اشاره انعكاسيه على انه بده يكفي اتجاه الصاعد، ولما يكون المثلث ميل على ارتفاع عندي اشاره انه ممكن يكفي اتجاه الهابط. وطبعا لما يكون عندي مثلث ايسوسيلس على هذا الشكل ممكن الاختراق يكون الى الاعلى او الى الاوطى. فبهذه الحاله طبعا عندي ثلاث اشكال ممكن انه نستعملها ايضا اشكال تصحيحيه، خليني اقول، اللي هي بغض النظر عن التشانل او النفق اللي هو ممكن يكون على شكل مثلث. خليني اعطيكم مثل على زوج اليورو دولار. اليورو دولار موجه رقم 2 اللي هي او موجه بي كانت عندي على شكل مثلث اللي هي بهذا الشكل هون اللي عم تشوفوه امامكم، هيدا شكل مثلث اللي هي كان عندي موجه بي. هلا انا بغض النظر اذا هيدي موجه رقم 2 او موجه بي او موجه رقم 3 او موجه رقم 1، بغض النظر عن هذا الموضوع انا اللي بهمني اقوله انه عندي موجه اندفاعيه ودخلنا بموجه تصحيحيه اللي هي على شكل مثلث. فموجات اليوت بتقلي انه هذه الموجه التصحيحيه اللي هي فيها اي بي سي اي بي سي 1 2 3 4 5 وامور او كاونتس وموجات لا تعد ولا تحصى. فبهذه الحاله انا بكل بساطه كمستثمر او مضارب بنتظر اختراق معين لاخذ تكمله الاتجاه والموجه الاندفاعيه. فبهذه الحاله طبعا من وراء موجه اندفاعيه برجع بدخل عن جديد بمرحله تصحيحيه عن جديد، وبهذه الحاله من وراء اختراق معين طبعا برجع باخذ موجه اندفاعيه جديده، فبكون انا انهيت الموجه التصحيحيه امامي. هلا اللي بدي اجرب لكم اياه انا انه التداول على المدى الطويل، يعني انا رسم البيان اللي عم بتكلم عليه هو رسم بيان اسبوعي، ولكن اذا انا بدي ادخل على رسوم بيانيه صغيره اللي هي مثل الاربع ساعات ايضا ممكن ادخل واشوف انا هذا المثلث على رسم بيانيه الاربع ساعات، فهذا الشيء ما بيفرق عندي، وهذا الشيء ما بياثر على انه ممكن يكون عندي اذا بدكم خليني اقول يعني ديفرنس او تغيير بين الرسوم البيانيه الضخمه والرسوم البيانيه الصغيره. وايضا قلت لكم ممكن يكون عندي مثلث ميل على انخفاض، فهذا المثلث على هذا الشكل ممكن يكون عندي اذا بدكم اندنج دياجونال تسمى، اللي هي المثلث اللي بيعطيني انتهاء الاتجاه الهابط ومبتدئ اتجاه صاعد عن جديد من وراء موجه اندفاعيه. فبهيدي الحاله عم بتلاحظوا الباترنز او الانماط اللي انا عم جرب افسر لكم اياه، اللي هي الموجات التصحيحيه قبل الموجات الاندفاعيه. اللي انا بدي استفيد منه هي الموجات الاندفاعيه من وراء هذه الموجات التصحيحيه. فبهيدي الحاله انا اللي عم جرب اوصل لكم اياه انه اذا في حال جربته خلينا نقول نكتشف الموجات التصحيحية وانتهاء الموجات التصحيحية ودخولنا بالموجات الاندفاعية، طبعا هي الإفادة الكبرى لألنا، ومنكون عرفنا نحن أنه ابتدينا موجة جديدة. فبهذه الحالة إذا منصغر التايم فريم على سبيل المثال وبتحطه خلينا نقول نفق ميل على ارتفاع على هذا الشكل، وبندخل على رسم بيانة الأربع ساعات وبنشوف سابقا كيف كانت عم بتسجل عند الارتفاعات، بنعرف انه نحن هلا عندي على سبيل المثال ليدنج دياجونال. ليدنج دياجونال لما المثلث يجي بموجه رقم واحد، اوكي، لما المثلث يجي بموجه رقم واحد انا بكون عارف بهذه الحاله انه عندي ليدنج دياجونال تسمى، منا اندنج. لما يجي المثلث بموجه رقم خمسه بالانخفاض بكون عندي اندنج دياجونال، يعني انتهاء اخر موجه اندفاعيه لنبتدي او نبتدي تغيير اتجاه. فبهذه الحاله انا بكون عندي ليدنج دياجونال اللي هي بتعطيني اذا بدكم نمط ميل على ارتفاع على شكل مثلث، هذه بتكون موجه رقم واحد، موجه رقم اثنين، وموجه رقم ثلاثه اللي هي 1 2 3 4 5 الى اخره، وبكفي موجه صاعده اندفاعيه. فبهذه الحاله اللي عم جرب اوصلكم اياها انا انه لما يكون عندي مثلث ميل على ارتفاع طبعا بيجي من وراء انخفاض، ولكن مش ضروري هذا الانخفاض يكون موجة جديدة او قاع جديد. فبهذه الحالة ممكن تكون ليدنج دياجونال لما يكون المثلث قد انهى اخر قاع له تسجل وابتدينا بموجة جديدة صاعدة. فاذا كان عندي مثلث ممكن تكون ليدنج دياجونال وبكون عندي موجة رقم واحد، فمن وراء موجة رقم اثنين بنكفي اتجاه الصاعد بموجة رقم ثلاثة. ولكن نحن هون عندي عم بتكلم انا على الموجات التصحيحيه اللي هي موجات المثلث خلينا نقول، وبينما اذا انا عندي مثلث على سبيل المثال على خليني اعطيكم مثل اللي هو الاسترليني دولار. الاسترليني دولار هلا عم نتكلم نحن على مثلث، ولكن منه من المثلثات اللي انا فسرت لكم اياه اللي هي خليني اقول المثلث على هذا الشكل او على هذا الشكل اللي هو اندنج او على هذا الشكل اللي هو ليدنج، اوكي، ولكن المثلث اللي عم نتكلم عليه هو اكسباندنج
اللي هو بالعكس. شو يعني؟ يعني الاسعار من ورا ما تنخفض وتدخل فيه بتلاحظ انه عم تعمل كيعان وقمم اعلى من بعضها البعض، ولكن بتكون ايضا موجه رقم خمسه والموجه النهائيه للاتجاه الهابط. فبهيدي الحاله هون عندي اكسباندينج تراينجل، اكسباندينج تراينجل يعني مثلث، ولكن اذا بدكم بالاتجاه المعاكس. فبهيدي الحاله بكون انا عم سجل كعان وكمم اعلى من بعضها البعض واوطى من بعضها البعض لنسجل انتهاء موجه رقم خمسه لهذا السيناريو، ونبتدئ موجه اندفاعيه جديده الى الاعلى او تغيير اتجاه خلينا نقول. وايضا اذا في حال طبعا هذه الموجه او هذا المثلث كان عندي من وراء ارتفاع معين وابتدينا اذا بدكم هذه الاكسباندينج اللي هي على هذا الشكل، فبهذه الحاله ايضا كنت انتهينا من موجه رقم واحد، عفوا من موجة رقم واحد، موجة رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، اللي هي الموجة الخامسة بتكون على شكل مثلث ولكن expanding. فبهيدي الحالة طبعا بكون أنا عم نبش على تغيير اتجاه وعم نبش على سيناريو هابط. فأنا بهيدي الحالة هون بكون عم بعطيكم سيناريو آخر اللي هو السيناريو الهابط، اللي هي موجة رقم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خليني أقول أوكي. فبهيدي الحالة أنا بكون هون موجة الخامسة دخلت فيها دي، هون عندي موجة رقم واحد، اثنين، أوكي، ثلاثة، أربعة، اللي هي دخلنا فيها بنفق، وموجة الخامسة اللي هي expanding triangle، وواضحة جدا أنه هلأ بده يجي انخفاض وثم تغيير اتجاه. فبهيدي الحالة اللي عم جرب وصلكم إياه أنه موجات إليوت هي لتسهيل التحاليل التقنية، وهذه الموجات بتساعدني على إذا بدكم اختيار مراكز الشراء والبيع. ولكن طبعا السيناريوهات بتكون عندي سيناريوهات شوي واضحة، وما في لزوم أن تكون عندي عم نبش على الأرقام الموجات اللي هي ABC أو 1-2-3، بغض النظر عن هذا السيناريو أو هذه الأرقام اللي نحن ممكن نشهدها على التحاليل التقنية وعلى حيالة مواقع طبعا financial websites ممكن ندخل عليها، أو يعني تحاليل لبعض المستثمرين أو المحللين طبعا اللي بيعطونا آراءهم، ولكن نحن ممكن ننتبه من موجات التصحية وننبش على موجات اندفاعية. فبهذه الحالة بكون أنا عم بستفيد من معلومات موجات إليوت، وطبعا عم طبقها على أسواق الفوركس بالأسواق الحالية. ما بدنا ننسى أنه موجات إليوت أو رالف نيلسون إليوت لما اخترع موجات إليوت كان طبعا ما عندي سوق فوركس، وما عندي سوق بيتداول فيه أكثر من 4 تريليون دولار يوميا، فقط كان عندي مؤشرات اللي هو مؤشر الداو جونز على سبيل المثال والأسهم الأمريكية. فبهذه الحالة طبعا عندي سوق الفوركس اللي هو سوق أصبح في عندي تريدينج سيستم أصعب، وأصبح عندي تقلبات أصعب وفولاتيليتي انخفاضات وارتفاعات أصعب. فبهذه الحالة أنا بدي أطور موجات إليوت لتحديد إذا بدكم الموجات الاندفاعية والموجات التصحية. هذا الأهم بالنسبة لي، هذا الأهم لما حدد أنا موجات تصحية واندفاعية بكون أنا عم برجع نبش على موجة اندفاعية جديدة لنرجع ندخل بسيناريو آخر ونرجع نبش على طبعا استثمار آخر. أنا بهيدي الحالة بكون أعطيتكم فكرة عامة عن الأندينج دياجنال أو عن المثلثات اللي ممكن تدخل فيها. طبعا عندي كتير موجات تصحية لموجات إليوت، ممكن بغض النظر عن المثلثات اللي هي ممكن تكون مثلث صاعد طبعا اللي هو على هذا الشكل، او الاندينج دياجونال او الايسوسيلس ترينجل او الاكسباندينج ترينجل، وممكن يكون عندنا ايضا نفق ميل على انخفاض، ممكن يكون عندي نفق ميل على ارتفاع، ممكن يكون عندي الموجة التصحية نفق ميل على طبعا بمرحلة أفقية. هيدي كلها أنماط ممكن نشهدها على الأسواق المالية، ولكن طبعا إذا في حال بدنا نحن نشوفها على جوجل أو نعمل سيرش عليها رح تكون أسهل بكتير من أنه نحددها على الرسوم البيانية، لأنه تحديدها على الرسوم البيانية أصعب بكتير من تحديدها. يعني بهذه الحالة على يعني أو المعلومات اللي عم إياها بتكون طبعا سهلة جدا مقابل المعلومات اللي ممكن يعطينا إياها الأسواق المالية على هذا الشكل. موجة اندفاعية، موجة تصحية، اختراء هذه الموجة التصحية، موجة اندفاعية عن جديد، وطبعا موجة تصحية عن جديد، ممكن تكون 1 2 3 4 5،
ممكن تكون اي بي سي وموجه رقم سي طبعا فيها خمس انخفاضات، خمس موجات انخفاضات. فبهذه الحاله بغض النظر اذا انا سميتها اي بي سي او مستثمر اخر سماها 1 2 3 او متداول اخر سماها دبليو اكس واي بغض النظر، ولكن انا بهمني حدد الاتجاهات وانتهي من الموجه التصحيحيه لابتدي موجه اندفاعيه عن جديد، واعرف اي متى راح تنتهي هذه الموجه التصحيحيه الافقيه بشكل مثلث او نمط ميل على ارتفاع، او خلينا نقول شانل او نفق ميل على ارتفاع، او خلينا نقول بشكل علم بول او بولش فلاج او بيرش فلاج. يعني هول الانماط اللي هن الموجات التصحيحيه لنرجع ننبش على موجه اندفاعيه جديده. هذا زوج دولار كاد خلينا نقول، وبغض النظر عن إلنا الأرقام والعد لهذه الموجات، أنا بهمني تعرفوا بهذه الجلسة وبهذه المحاضرة أنه أنتوا لازم تعرفوا الموجات الاندفاعية والتصحية بشكل بسيط فقط 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 لغاية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة. بوعدكم أنه بجلسات أخرى رح كون عم بشرح لكم موجات إليوت يعني بتفاصيل أكثر، مع كيفية إذا بدكم استعمال أو عد موجات إليوت بشكل دقيق، وكيفية تحديد موجة رقم واحد، انخفاض موجة رقم اثنين، استعمال فيبوناتشي معها لنعرف كيفية ارتدادات هذه الموجات، وموجة رقم اثنين وموجة رقم أربعة كيف حقلهم يتصححوا من الموجات الاندفاعية، وأيضا باستعمال فيبوناتشي وطبعا الموجات التصحيحية لنعرف وين ممكن تنتهي الموجة التصحيحية ونبتدي بموجة اندفاعية عن جديد. عنا طبعا تفاصيل دقيقة على هذه الموجات وهذه الاستراتيجية، ولكن بجلسة أخرى إن شاء الله بكون عم بشرح لكم إياها. كما كنت محلل تقنية جوزيف ظهري من شركة تكمل، بشوفكم بجلسة صباحية غدا، إلى اللقاء.